مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل ام صفحة ومسيا على خير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي كثير حلو، راح نعمل وصفة رائعة جدا جدا. هذه الوصفة نحتاجها خاصة الدول العربية هسه في فصل الصيف، تحمي البشرة من اضرار الشمس بعد تعرض الشمس، وكمان قبل تعرض الشمس كمان كتير حلوة للبشرة، تجعل البشرة شابة وجميلة ومشدودة وناعمة، وتبيض البشرة وتشد البشرة. تحتاجها البشرة الصغيرة والكبيرة، يعني من عمر 16 سنة و 14 سنة نقدر كمان نعملها، الحد عمر 50-60 سنة كثير حلوة. بالنسبة للصبايا الصغار بتبيض بشرتهم وتحمي بشرتهم من أشعة الشمس، وتعطي للبشرة نعومة وحيوية وتوحيد اللون البشرة. أما البشرة الكبيرة كمان تحمي البشرة من التجاعيد، لأنها تشد الجلد وترطب البشرة بطريقة سهلة وطبيعية إن شاء الله. قبل ما أبدي بالفيديو حبايبي، يا ريت انطلبت من عندي إعادة الفيديو تبعت صابونة الشبة، عملتها بس بطريقة تانية ورهيبة جدا جدا. أنا مبارح بعدها طبعا هي ما ناشفة عندي 100%، واستعملتها ليفت فيها جسمي، وهي بعدها ما متماسكة كثير كويس. طبعا حبايبي ما بحكي لكم، رهيبة جدا جدا، راح تشوفين نعومة بشرتك لا تقاوم. يعني أتمنى أنكم تجربوها، ولو تعملوني شوية وجربوها واعطوني رأيكم فيها. موجودة على مملكة الفنون والتجميل، ويا ريت تشوفوا كمان الفيديوهات اللي قاعدة تنزل هاي الفترة على قناة مملكة الفنون اليدوية، كثير حلوة، نزلنا فيديوهات كثير حلوة تحتاجها البشرة قبل العيد، وكمان حلوة بهالوقت التعرض للشمس، وسويت يعني وصفات رائعة جدا جدا. اليوم الوصفة تبعتنا رهيبة جدا جدا حبايبي، راح تكون هي قوالب ثلج، بس هاي القوالب الثلج حبايبي راح تجعل بشرتك مشدودة ناعمة جميلة، بتحمي البشرة تبعتك بعد ما تتعرضين للشمس، يعني طريقتها ولا أروع حبايبي. أتمنى أن الخوات، أنا طبعا سويت القوالب الثلج قبل ما أبدي عشان تجمد معي وأشوفكم إياها. هذه هي القوالب الثلج، طريقة استعمالها راح تلقوها هسه هون تنزل لكم، شوفوا كيف تستعمل. طبعا راح أعلمكم إياها بعدة طرق. اللي عندها خواتي حبوب ببشرتها، عندك حبوب بالبشرة وتصبغات وحابة تبيضين بشرتك كمان، شو راح تسوين حبيبتي؟ راح تجيبين الحليب الماعز او البقري كامل الدسم، اريده حليب كامل الدسم. شو راح تحطين وياه؟ خلينا نقول ناخذ كاسة شاي، كاسة شاي صغيرة، انا هاي الوصفة تانية يعني، مو هو تعبيها فول حليب ماعز او البقر كامل الدسم. في حالة ما عندك حليب بقر ولا حليب ماعز وحابة تسوين معايا هاي الوصفة، ممكن تعمليها باليوغوت الزبادي الروبا عندنا بالعراق نسميها، وممكن تعملين بالحليب النيدو، تاخذين ملعقة أكل كبيرة من الحليب النيدو، حطي معاها مي أو ممكن الماء الورد وخلطيه كثير كويس، وسيبيه تكملين به الوصفة. شو راح تحطين؟ إذا كانت بشرتك، وممكن تستعملوها كل الخوات بس راح أعلمكم إياها على عدة طرق. إذا كانت بشرتك فيها حبوب، الحبوب ملتهبة، راح أعمل لك للحبوب الملتهبة بعد هذا يعني بعد هاي الوصفة. عندك حبوب بالبشرة، عندك بشرتك سمراء، تتعرضين للشمس كثير، تشتغلين كثير وتتعرضين للشمس، شو راح تسوين حبيبتي؟ راح تاخذين الحليب زي ما قلنا كاسة حليب، ونحط معاها ملعقة صغيرة من الكركم. الكركم حبايبي حتى اللي نستعمله للطبيخ بس بدون إضافات، ما بنضاف لأي إشي، كركم
هو كركم، ما في كركم للبشرة وكركم هاي، هذا منتجات وتغير، بس الكركم الأصلي هو يستعمل للطبخ ويستعمل للبشرة وبس، المفروض يعني يكون ما في أي إضافات، يعني ما ضايفي لا فلفل حار ولا صبغات ولا أي شيء. راح تاخذين ملعقة صغيرة، كاسة حليب شاي من الحليب، راح ناخذ ملعقة صغيرة من الكركم، راح ناخذ جل الصبار، هم حطلع لكم اياها سهنانة، جل الصبار شو هو قصدي؟ هيو شوفوا هون، أو جل الألوفيرا كمان شوفوا شو قصدي، هم نزلت لكم صورة، شوفوا شو قصدي أي جل، تاخذيه من عنده تقريبا ملعقتين أكل، زين وتخلطين الجل الألوفيرا أو الجل الصبار مع الحليب ومع الكركم، خلطي كثير كويس. وشو بتسوينه؟ ممكن تضيفين فيتامين A، ممكن تضيفين زيت الأرغان أو أي زيت أنت حابته أو بدون حبيبتي إذا كانت بشرتك دهنية، وتخلطي كل شيء كويس وتسويه مكعبات ثلج زي ما أنت شايفتها. طبعا المكعبات الثلج رح تمشيها على البشرة وتستعمليها هاي الطريقة وتحت العين وعلى البشرة بالكامل حتى على الرقبة، هاي الطريقة تستعمل بعد ما تجين من مشوارك من برا وبشرتك كلش شن نقول يعني حارة، بشرتك محمرة هيك، بتسوين بهالقوالب الثلج بعد ما تغسلين بشرتك. طيب عندك بشرتك حبوب، والحبوب صايرة فيها بكتيريا، يعني فيها بكتيريا انه فيها هيك ابيض ابيض معلمة ابيض محملة، يعني شو راح تسوين حبيبتي؟ راح تجيبين نفس المواد اللي انا هسه حطيتها، حليب او يوغوت، اذا عندكم اليوغوت كمان كتير كويس لكم، راح تضيفين مع حبيبتي كمان جل الصبار او الجل الالوفيرا حسب بشرتك اذا من شو ما بتتحسس، اضيفي كمان الممكن الكركم وممكن بدون الكركم، زيت شجرة الشاي، اضيفين زيت شجرة الشاي تقريبا خلينا نقول هيك 5 نقاط، وتسوي هيك مكعبات ثلج وتستعملوه على فكرة ممكن مرتين باليوم، كثير حلو. طيب عندك تجاعيد كلش قوية بوجهك، واحنا انا راح اشيل لك اياها ان شاء الله بهاي الطريقة من الجذور، بس شو راح تعملين؟ راح تجيبين حبايب الزعتر، راح تجيبين الزعتر، تجيبين الزعتر وتخلطيه، تاخذين هيك كمية هالقد وتخلطيه بالخلاط بالمطحنة بحيث حبايبي ضيفي شوية معاه مي، يعني خلينا نقول اخذتي هالقد زعتر ضيفي معك مي تقريبا خلينا نقول نصف الفنجان وخلطيه كثير كويس، بعديها صفي اخذي فقط المي اللي يطلع منه حوالي تقريبا خلينا نقول ملعقتين يطلع منه مي، زين. شو راح تسوين؟ تجيبين كمان الحليب، قلنا الماعز او البقري الكامل الدسم او اليوغوت، تجيبين الزعتر تخلطيه معاه، زين، وتخلطين معاه حبيبتي جل الصبار او الجل الالوفيرا، زين، وممكن تضيفي له فيتامين A، وراح تخلطيه وتسويه مكعبات ثلج، وراح تستعمل زي بالصوره اللي ورجيتكم اياها مرتين باليوم على مكان التجاعيد، حركيه على مكان التجاعيد، راح يقضي على تجاعيد الوجه عندك نهائيا. اذا حبيت الفيديو ممكن حبيبتي تدعمينا باللايك والشير والاشتراك، ودائما حبيبتي تفعلين الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ومع السلامه.